بسم الله. إن شاء الله هنبدأ مع بعض شرح الإيكو سيم بيلدينج ديزاينر. ده برنامج من برامج البيم من شركة بنتلي. شركة بنتلي من الشركات العملاقة اللي عاملة برامج كثيرة قوية جدا، منهم مثلا برنامج المايكرو ستيشن. هنا البرنامج دوت اللي هو الإيكو سيم بيلدينج ديزاينر ده شغال في برامج البيم وبيعمل شغل جميل جدا، سواء معماري أو إنشائي أو كهروميكانيكال. أنا أول ما بفتح بجيل الواجهة ديت، لو انا عايز افتح مشروع انا شغال فيه فبقول له اوبن. لو انا عايز اعمل ملف جديد باجي هنا اقول له نيو، فبجيب الواجهة ديت. هنا السيد ده عبارة عن التمبليت، فبقول له براوس واختار التمبليت اللي انا عايز اشتغل عليه، وليكن مثلا ديزاين ستراكشر او ديزاين سيد، مفيش مشكلة. اوبن، وبعد كده بختار له اسم وليكن مثلا او، اقول له سيف واقول له افتح لي الاوبن دوت. اوبن وتظهر لي الواجهة بالطريقة ديت. هنا الرايت، هنا الفيو 3، هنا الفرونت، هنا التوب. اقدر اعدل فيهم زي ما انا عايز، يعني ممكن تقلب دوت تخلي ده هنا مثلا، ده خليه الرايت الليفت الباك زي ما انت عايز، تقدر تعدل زي ما انت عايز، وتقدر تلغي اي واحد فيهم وكبر زي ما انت عايز، تقدر تلغي تخلي واحد بس. يعني الموضوع بسيط جدا وسهل، تمام. ممكن تتحكم في الفلور من بيلدينج ديزاينر، بقول له فلور مانجر، بيجيلي الادوار ابدا اتحكم فيها، الفلور 1، فلور 2، فلور 3. تقدر تعدل الأرقام وتقدر تعدل الخصائص بتاعته، سواء مثلا عايز تغير التمبليت، سواء عايز تعمل الديسبلين تخلي مثلا ستراكشرال دلوقتي. لو أنا مثلا عايز أرسم على سبيل المثال ولو حاجة بسيطة مثلا زي حوائط مثلا، شوف بيتعمل ازاي هنا، تمام. باجي هنا بلاقي البروجكت اكسبلور ده بيعرض لي المشروع، هنا البيلدينج ديزاير تاسك. باجي هنا الاقي مثلا هنا الحوائط بليس وول، الجزء بتاع الاركتكشر هقول له بليس وول، تمام. بيبدا يظهر لي قائمه فيها خصائص الوول اللي هترسم، هقول له مثلا انا عايز انهي نوع وعايز شكله هيبقى عامل ايه، لينير ولا ارك ولا كيرف، وهل هو هيبقى الارتفاع بتاعه هيبقى قد ايه، الهاي الويتس السايد اوفست البيس اوفست. فبيديني كل المعلومات اللي تساعدني ان انا ارسم الحوض بتاعي. اول ما بخلص برقص رايت كليك، خلاص كده يبقى انا رسمت الحوض، وزي ما انت شايف هو بيبقى 3D مش 2D، تمام. لو انا عايز ارسم حاجه انشائي بلغي الاركتكشر وادخل في الاستراكشر، الاقي هنا مثلا في عندي بليس ستيل كولوم، اقول له ماشي انا عايز ستيل كولوم، ابدا احدد نفس الخصائص بقى زي ما عملت اتعلمت في الوول، اقول له ايه الخصائص اللي انا عايزها وابدا احط العمدان بتاعتي. عايز تحط فلور، عايز تحط اي حاجه خاصه بالانشاء هتلاقي هنا ان شاء الله كونكريت كولوم، تمام. وهتلاقي حاجات خاصه بالشفاك بالبلومنج، وبعد كده الحاجات اللي هي 2D، تمام، زي درافتنج. هي حاجات كلها سهلة وبسيطة، ولو انت شغلت لأي برنامج من برامج البيم هتلاقي في حاجات كتير أوي مشتركة، لأن الكونسبت واحد أو المفهوم واحد بين البرامج البيم. إن شاء الله زي ما نشوف مع بعض في الدروس القادمة إن شاء الله.